قال تعالى من كفر بالله، وهنا حذف المعمول، وحذف المعمول يدل على العموم، فلم يقل من كفر مكرها بالقول أو قال مكرها بالفعل، وإنما عمم، فحذف المعمول يدل على العموم، حتى إن القلب خصص بما بعده من آيات. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهذه الآية بعمومها تشمل القول والفعل في الإكراه.